إما أهداف مبكرة يا إما أهداف متأخرة قاتلة. معظم المباريات، معظم ال 11 جول، جول التعادل، اعتراض من لاعبي الزمالك، لكن الهدف يتم احتسابه. علي جبر سريعا 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 برأسية. كنا بنتكلم عن الأهداف، الواحد مش هدف بن شرقي بس، لكن كمان علي جبر يتعادل مبكرا، هدفين في أول 11 دقيقة في هذه المباراة. أي قمة، أي إثارة، وعلي جبر وكأنه بالتخصص بالتخصص بيهز شباك فريقه السابق للمرة الثانية. الفوز الوحيد لبيراميدز على الزمالك كان 1-0 في إبريل برضه.